mulher, tu, tu, taino, taino, tu, tu. علشان نسمع أبلة فضيلة هتغنينا حكاية جميلة وتسلينا وتهنينا وتقلينا كمان أسمينا كمان أسمينا أبلة أبلة فضيلة. كان معكم أحمد حجاجوفيتش طبعا أبلة فضيلة ربنا يديها الصحة والعافية يا رب وصديقي الجميل أحمد زوكي من بيت أبلة فضيلة وهي هي ما تصورتش والمصورة العظيمة منار أدري بس هي البطل خلف ال... يعني خلف الكاميرا أو خلف الكادر. أشوفكم على خير في حتة ثانية إن شاء الله. أنا هكتب لك فاضل حتة واحدة ما رحتهاش الجنة. رحت كل الدنيا بقول لك فاضل حته واحده ما رحتهاش ان شاء الله يا رب في النهايه توصل للجنه يا رب. حلوه كده جميله تكتبي بقى اسم حضرتك بعد اذن حضرتك باينه قبل فضيلة؟ باينه. انت رحت بلاد كتير في حته جميله ان شاء الله تروحها مش دلوقتي طبعا الجنه ان شاء الله. حلو حلو. اي حاجه من حاجه حلوه بس والله. اعمل بقى عشان تعرف تروح. اعمل عشان تعرف تروح صح العمل العمل صح. ما انا بقول للناس كلها حاجه الفعل حاجه قصدي الكلام حاجه والعمل حاجه ثانيه لازم عشان تعمل حاجة. وبعدين ما يعني مش عارف دايما يحكوا على جدي كان يحكي لي حكايه انه انسان كان طول عمره بيعمل كويس قوي في اخر يوم عمل ودى جهنم والعكس بقى صح صح. واحد كان دايما جدي كان يحكي لي حكايه ده اقول له يا جدي دي يعني في اخر يوم يا جدي قال في اخر يوم ما هي المفاجاه ربنا يا رب يحسن ختمتنا يا يحسن ختمنا ممكن بس ناخد صوره سريعا كده مع بالكاميرا بس معلش قبل ما نمضي على الكتب صوره حلوه كده حاجه بصه لينا حاجه ماسكه القلم كده وحاجه كتير بس نبص للكاميرا ابص للكاميرا ولا تدعي لي دعوه حلوه كده ايه تدعي لي دعوه حلوه ربنا كريم ربنا هيكرمك ان شاء الله ان شاء الله واعرف اعمل دي سلسله عليها اسمي مصري حول العالم لان كده يا رب ربنا يوفقني ان شاء الله بجد ارفع معلم مصر ارفع اسم مصر دايما ان شاء الله ان شاء الله يا رب ربنا كريم يا رب وابقى خليك على اتصال بيا ان شاء الله باذن الله اشكر حضرتك كتير لزوج حضرتك والتواضع حضرتك الشديد وان قبلتي ان احنا نيجي عند حيث بيت حضرتك لا والله انا عايزه اعشيكم والله عشان تفتكروا ان انا يعني اكلتكم اشكر حضرتك واشوف حضرتك ان شاء الله بصحه وعافيه ان شاء الله ربنا يخليك شكرا ربنا يوفقكم كلكم يا رب مع الف سلام مع الف سلام مع السلامه مع السلامه ألف سلام انتوا انستوني والله انستوني انا فرحان جدا ربنا يخليك انا شفت حضرتك والله العظيم انت طيب قوي باين عليك ده ابن حلال خالص مش كده شكله باين ربنا يخليك ده شهاده اعتز بيها قدام الناس ربنا يخليك ربنا يخليك يا ماما ربنا يبارك لك